كلمني اللعيب وهو جاي النادي الاهلي يبقى كله طموح وكله اصرار وحقق حاجه كبيره جدا. تفتكر انت لما رحت الاهلي حققت حاجه كبيره جدا؟ خلاص انت قلت بقى انا دخلت النادي الاهلي فالدنيا هديت معاك شويه، ولا كنت بتحارب جوه الدنيا ما كانتش ماشيه كويس معاك في الاول؟ كنت الدنيا كويسه، الظروف كانت شكلها ايه؟ انت كان طموحك ايه ساعتها؟ كابتن حضرتك، انا يمكن انا لعبت بعد حضرتك بموسم او اتنين في النادي الاهلي بالظبط. هنا يعني، فلا النادي الاهلي في الفتره اللي حضرتك كنت موجود فيها، وبعد انا ما جيت كمان في 2000، من 2004 و5 او 2003 لحد 2008 و8 اخرهم، النادي الاهلي كمية فراودة كتيرة جدا. كانت كميه فراوده وكميه مجموعه، افضل مجموعه في تاريخ النادي الاهلي، دي كانت حقيقة، من افضل دي اللعيبه. حقيقة، دي حقيقة. فانا كنت بحسبها ان ده شرف ليا ان انا ابقى متواجد في وسط المجموعه ديت. يعني برضو يا كابتن انا ما همتش ولا حاجه، بس تعرف لما يبقى معاك واحد زي فلافيو، وكان فلافيو وعماد وبلال وسامح حسني وسامح حسني ورضا الويشي كان العجيزي لسه جاي، لا والعجيزي الوشي كان رجع، ماشي، كان كان مشي. العجيزي كان جاي معايا في السنه ديت، وكان ابو تريكه، كان تريكه بيلعب فيرود ساعتها برضو، كان كان ابو تريكه، وكان في حسين ياسر المحمدي كان جاي برضو وكان في معانا، حسين وكان ياسر. مستر مانويل جوزيه حضرتك عارف بيلعب بواحد بالظبط واتنين من تحت، بالظبط وكان بالظبط دايما كل الشغل بيخلي الشغل كل الناس اللي جايه من تحت. بالظبط بالظبط. فاحنا خمس فراوده والخمسه يلعبوا ويلعبوا منتخب مصر، وفي نفس دي الوقت اللي حقيقة. بيلعب عليك واحد فلافيو، ده لعيب هايل جدا ومن الفراوده اللي سابت علامه للنادي الاهلي. فلا انا مش موضوع حمدان، وفي برضو الظروف ما بتساعدش شويه، انا قعدت مباراه والتانيه والتالته، انا لعبت 12 مباراه في النادي الاهلي، الناس فاكره ان انا قعدت كتير، لكن لا انا لا لا، برضو انا شاركت ما بين اساسي وما بين قعدت كام احتياطي، سنة؟ انا لعبت موسم وبعدين طلبت ان انا امشي، سنة بقى. لان لعيب الكوره حضرتك عارف لعيب الكوره لو قعد بيبطل وبتبطل بدري. انت رحت كام سنة؟ انا رحت 26 ستة سنه، وعشرين رحت 26 سنة، وبعد كده طبعا أنا خلي بالك النادي الأهلي، يمكن الكابتن الخطيب دلوقتي كان يعني هو دلوقتي رئيس النادي الأهلي، لكن في مجلس الإدارة كان الكابتن تامر النحاس كلمني قال لي الكابتن الخطيب مش عايزك تمشي، فكر، لأن أنا ساعتها أنا طلبت إن أنا أمشي، لأن كانت الدنيا كانت صعبة شوية يا كابتن، كان اللعب برضو كان هيبقى صعب، خصوصا إن كمان مستر مانويل جوزيه مش شايف غير فلافيو رقم واحد، وهو بصراحة كان يعني هو فعلا كان رقم واحد فينا في الفترة ديت. فانا بدات يعني برضو بدات انزل شويه، فحسيت ان انا مش هو ده اللي هي يعني مش الربع ساعه ولا النص ساعه ولا مش ماتش ده ابدا، طموحك، مش مش هو ده ده اللي اللي انت عايزه. هيخليني ارجع تاني، لان انا كنت في منتخب مصر وانا بغزل المحله، بالظبط. انا شاركت مع المنتخب وخدت بطوله عربيه في 2007، كانت في بطوله في اسماعيليه، كانت بطوله وديه، وكنت منضم لمنتخب مصر سنتين، فكنت كمان مع مين؟ مع كان ميدو، كان محمد زيدان، كان عمرو زكي، كان متعب، وانا الخامس بتاعهم في المنتخب في اي مباراه، في اي، فانا كنت ماشي بشكل كويس مع غزل المحله، كنت بلعب باستمرار، حلو وحش بلعب، لكن النادي الاهلي غير كده، النادي الاهلي عايز مستواك دايما تبقى فوق، وغير كده معاك حواليك ناس كتيره عايزه تلعب كتير. وكلهم مميزين، سواء انت لعبت حد غيرك لعب كله هيأدي بشكل كويس، فلا انا ما همتش ولا حاجه.